التشغيل التجريبي لحافلات نقل الركاب بالقاهرة العاملة بالكهرباء أوشك على الانتهاء تمهيدا لتعميم التجربة تدريجيا خلال 3 سنوات بهدف وقف استخدام المحروقات كوقود للحافلات واستبدالها بمصادر الطاقة النظيفة. هتقلل نسب التلوث جامد وهتوفر في الوقود اللي هو العادي اللي سواء سولار او البنزين، وده هيدي مردود اقتصادي بعد كده ان صحة المواطنين هتتحسن. الدفعات الاولى من هذه الحافلات ستؤمن الربط بين القاهرة والمدن الجديدة، وقد تم اختيار قائد هذه الحافلات بعد اختبارات متعددة. الفرق دلوقتي لما تبقى سايق عربية بإمكانيات زي اللي انا سايقها ديت، فرق كبير عن الاول. الاول عربيات الديزل السولار القديمه دي لا، كانت سواقتها تختلف مشقه عن هنا. هنا انت عربيه، يعتبر انت سايق عربيه مجهزه من كل حاجه. الحافلات الجديده مزوده بامكانيات تكنولوجيه حديثه ووسائل متعدده للتيسير على الركاب. تشغيل الحافلات الجديده ياتي ضمن خطه لتطوير مرفق هيئه النقل العام بالعاصمه المصريه، وفي الوقت ذاته للإسهام في الحفاظ على البيئة واستغلال تقدم مصر في إنتاج الغاز والكهرباء. ما يقرب من 5000 حافلة نقل ركاب تتبع الهيئة النقل العام بالقاهرة تنقل ما يقرب من 1.5 مليون راكب يوميا، ولديها خطوط تربط بين مختلف أرجاء إقليم القاهرة الكبرى الذي يضم مدينة شبرا الخيمة الواقعة في أقصى شمال العاصمة المصرية ومدينة الجيزة الواقعة في أقصى الغرب منها. تمتد حدود الهيئة من القاهرة من شبرا الخيمة والقناطر شمالا لحلوان والتبين جنوبا للهيكستب والعبور غربا للهيكستب والعبور شرقا وللبدرشين جنوبا. الإحصاءات الرسمية تقول إن عدد سكان العاصمة المصرية يتجاوز 10 ملايين شخص، ويتردد عليها صباح كل يوم عدد مماثل غالبيتهم من أصحاب المهن والوظائف يغادرون القاهرة عند نهاية الدوام إلى الأقاليم والمحافظات المختلفة. محمد صلاح الزهار، سكاي نيوز عربية، القاهرة.